كعادته كل يوم يرتاد العم عبد الله هذا المكان، علّه يجد من يلوح بيده بحثا عن عامل بناء أو أي فرصة عمل في قلب هذه المدينة الضيقة والغريبة عنه. هي رحلة البحث عن مصدر عيش في زمن الحرب، وبانتظار ذلك كثيرة هي الأمان التي تتقافز من عيني هذا العامل الأربعيني العمر، لكن سرعان ما يضيق بها الشارع المليء بالهزائم والخيبات. 9 شهور هنا من يوم جيت، سمعت؟ يعني الشغل ماشي، الشغل شوية وماشي عمل، يعني متعطلين، يعني من قبل العيد لحد الآن اشتغلت وحولت ب7000 ريال. 9 أشهر مضت مذ غادر العم عبد الله أهله وقريته بمحافظة تعز، بعد أن ضاق ذرعا بالحرب التي أضرمتها الميليشيا وتوقفت معها الأعمال، ليستقر به الحال في هذا الفندق الصغير وسط عاصمة الجوف، والذي يعود إليه بعد نهار شاق استغرقه في البحث عن عمل يسد من خلاله رمق أطفاله الأربعة واحتياجاتهم التي لم يتمكن من توفيرها نتيجة غياب فرص العمل في هذه المدينة المكتظة هي الأخرى بالعاطلين عن العمل. اتصلوا من البلاد اشتوا مصاريف، ماشي نقولهم ماشي شغل ماشي، يلا نشتغل بالأسبوع يوم نص يوم يومين بالكثير، ما تبي دين للمطاعم ولا للوكندا. وجع يومي شاخت معه ملامح هؤلاء المنهكين بالتعب في نهارات الركض وراء القوت الضروري لأسرهم، في زمن جفت فيه مصادر الدخل وتفاقمت ظروف المعيشة الصعبة التي دفع ثمنها هذا العامل المخذول وأمثاله الكثير في موسم الحرب. يعني من يوم جاءت الحرب تدمرت تعز، وكنا نشتغل هناك، وإحنا الآن نزحنا لهنا للجوف والمارب ندور على عمل ماشي، يعني عمال اليمن كلهم اجتمعوا داخل المارب والجوف، يعني بالآلاف عمال وماشي عمل. كثيرة إذن هي شواكد الحرب وقصص مآسيها، لكن العم عبد الله وغيره من العمال العاطلين عن العمل هم الشريحة الأكثر تضررا في مسرح الحرب التي أدت إلى توقف الحركة وغياب فرص العمل في عموم البلاد. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.